لولا الوفاء ما احتاجت الناس للناس، ولولا المواقف ما عرف بعضنا بعضا، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أخوة صادقة وقلوب حنونة في زمن تتبدل فيه الأشياء شكلا ومعنى. حياتنا لوحة فنية، ألوانها أقوالنا، وأشكالها أعمالنا، وإطارها أعمارنا. فإذا انقضت حياتنا اكتملت اللوحة، وعلى قدر روعتها تكون قيمتها. حتى إذا جاء يوم العرض عرض كل إنسان لوحته وانتظر عاقبته. ففي هذا اليوم أسأل الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ومن يحبنا الجنة. فأبدع في لوحتك، فما زالت الفرشاة بيدك. عاشر بمعروف فإنك راحل، واترك قلوب الناس نحوك صافية، واذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله لا تخفى عليه الخافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الجميع يكون بصحة وعافية، ربنا يسعدكم يا رب ويسعد اوقاتكم. معايا ايه؟ معايا طاجن بامية باللحمة المفرومة. طاجن البامية باللحمة المفرومة ده حكاية، جربوه وانا متأكدة ان شاء الله انه هيعجبكم. يلا نشوف مقاديره ايه. مقاديره عندي نص كيلو البامية، نص كيلو بامية سواء مجمدة سواء خضرة زي ما بتحبي، المهم نص كيلو بامية. بتاخد ربع كيلو لحمة مفرومة، معايا حبة فلفل حار مقطعة اللي بيحب طبعا، معايا بصلة كبيرة برضو مقطعاها او بشراها، معايا مثلا فلفل الوان لو بتحبوا كوباية من الفلفل الالوان، معايا فصين من التوم بعملهم شرايح او ابشرهم برضو مفروم، معايا طبعا كوبايتين من عصير الطماطم او زي ما بتحبوا طبعا، كل واحد زي ما بيحب الطماطم بتكون ايه. كمان عندي معلقتين كبار من عصير الليمون، وعندي معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وطبعا لو انت عندك مرقة او ممكن تغيريها بمية، انا هستبدلها بمية مش لازم مرقة يعني. وعندي معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة اللي احنا بنستخدمها زي في الملوخية، الكزبرة الناشفة لما بنحطها كتوابل بتدي طعم وريحة حلوة جدا في البامية كمان خصوص. وعندي معلقة كبيرة من التوابل المشكلة، وطبعا الأساس عندي ملح وفلفل أسود. عندي كمان ربع كوباية من الكزبرة المفرومة، وعندي معلقتين زيت. احنا عايزين ناكل البامية بطريقة صحية، بطريقة دايت كمان، ان شاء الله هتعجبكم. جربوها بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله هتعجبكم. ويلا نبدأ مع بعض. بجيب مقلاية بحطها على النار وبحط عليها شوية زيت، وأول لما يبدأ يسخن الزيت أروح حاطة البصلة الأول وأدبلها شوية، يعني مش عايزاها طبعا تتحمر ولا حاجة، يعني أفضل شيء إن انتوا متحمروش البصلة، بتدي طعم حلو، الريحة بتروح منها وبتبقى طعمها بجد خطيرة. أدبلها شوية بشوية لحد لما تبدأ تدبل معايا. وبعد شوية هضيف نص الثوم، يعني هضيف فص ثوم، وهخلي الفص الثاني لبعد كده. ليه؟ بتديني نكهة حلوة جدا. جربوها بنفس الخطوات وبنفس الطريقة، هيطلع معاكم أحلى طاجن بامية باللحمة المفرومة. مش ضروري ان احنا عارفين ان احنا دايما بنعمله باللحمة الضاني، بس باللحمة المفرومة بجد لما جربته عجبني جدا. وهنزل اللحمة المفرومة بعد ما حطيت التوم وقلبته شوية. نص كيلو بامية بياخد ربع كيلو لحمة مفرومة، يعني مش بنحط فيه كتير، لكن طعمها بيبقى لذيذ جدا. ممكن ناكله مع رز ابيض، رز بالشعرية، بيطلع معاه في منتهى الجمال. هقلب كويس جدا اللحمة المفرومة لحد لما تروح منها اللون الفاتح اللي انتوا شايفين، وهعصج اللحمة المفرومة باللون الحلو. شايفين شكلها ازاي اللحمة اتغيرت؟ بتطلع باللون ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بقى بالفلفل الالوان والفلفل الحار. لو ما عندناش فلفل الوان بنحط فلفل حار عادي او فلفل اخضر رومي، يعني ليكم الاختيار طبعا، بس التكة دي بتدي فعلا البامية باللحمة المفرومة بتدي لها طعم خطير.
وهضيف كمان التوابل اللي عندي. عندي معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة ومعلقة توابل كبيرة مشكلة زي ما بتحبي، يعني اللي هي بتاعة الخضروات أو دجاج مشوي، لحمة مشوية، يعني ليكم الاختيار في التوابل، أو ممكن تحطوا التوابل اللي هي البهارات السبعة، وطبعا مع ملح وفلفل أسود، ده لازم. الفلفل الأسود بيديها طعم حلو جدا، الكزبرة الناشفة كمان بتديها طعم خطير فعلا. وعندي كزبرة كمان طازجة اللي هي هناخد منها كوباية، أو يعني حزمة كزبرة اللي هي الطازة. أقلبهم بقى كويس جدا، بعدين أنزل عليهم بعصير الطماطم. عصير الطماطم عايزة تحطي كوباية كوبايتين، يعني أنا حاطة طماطمتين كبار بس، مقطعاهم كده أو عصرهم في الخلاط زي ما بتحبوا، وأسيبهم شوية ياخدوا بقى طعم بعض. نقلبهم ونسيبهم شوية مع بعض بقى، الطماطم تديني طعم حلو جدا معاها، وتغلي شوية طبعا. بعد ما غلت معايا وانسجمت مع بعضيها بالشكل ده، هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة او كمان معلقتين، برضو على حسب اختياركم انتوا وعلى حسب ما بتفضلوا ازاي، واحط معاها شوية سكر صغيرين علشان يضيعولي حموضة الطماطم، وعلشان كمان الاكل ما يعمليش حموض. واغطيها بقى، اسيبها مع بعضيها تستوي شوية. احنا عارفين اللحمة المفرومة مش بتاخد وقت كبير، يعني بالظبط 5 دقايق بتلاقي الطماطم مع الصلصة مع الفلفل الالوان انسجمت مع بعضها، مع التوابل كمان اللي انا حطاها. بروح انا حاطه بامية مجمدة اللي هي 400 جرام، يعني اقل شوية من النص كيلو، بحطها بالشكل ده وبقلبها مع اللحمة المفرومة ومع الصلصة والبهارات اللي انا حطاها. بجد الطاجن ده خطير لو انتوا جربتوه. انا اول مرة لما عرفته قلت لا مش هتكون حلوة باللحمة المفرومة، انا متعودة ان انا باكلها باللحمة العادية، القطع بتاعتنا سواء الضاني او البيتيلو، وبحطها في الفرن بالشكل ده، بس فعلا لما انا جربتها عجبتني جدا، تطلع فعلا فعلا خطيرة. هحط بقى باقي التوم اللي احنا شلناه مع بعض، فاكرين لما انا قلت نشيل الفص التاني اللي احنا فرمينه؟ التكة دي بتديلها طعم خطير، بيبقى ريحة التوم طالعة فيها حلوة جدا، احنا عارفين البامية حلوة جدا مع التوم. بحطه وبقلبه بقى فيها، افضل اقلب بس فيها شوية عشان انا طبعا عندي البامية مجمدة فعايزاها علشان تسخن بسرعة. في الوقت ده كمان هضيف معلقتين من عصير الليمون. ليه عصير الليمون؟ علشان البامية تفضل خضرة معايا وتفضل محتفظة بقوامها، ما تستويش جامد وتتهري مني، الخطوة دي مهمة جدا. وكمان هحط الكزبرة الطازة لو انا عندي، انا عندي شوية صغيرين فهحط بس شوية معاهم، والباقي هحطه في التزيين لما تطلع معايا طاجن البامية من الفرن. واديلها كمان زي كوبايتين بقى مية، يعني زي ما بتشوفي احنا عارفين البامية المجمدة مش بتاخد سوى كتير، فمش هحط بالتالي مية كتير لاني لسه هي كمان هتنزل ميتها. واللحمة المفرومة طبعا مستوية، يعني بس هدخلها الفرن علشان البامية تستوي معاها، وكمان اللحمة المفرومة تاخد من طعم البامية، من طعم الثوم والبصل والتوابل والبهارات اللي انا حطها. اسيبها شوية اغطيها واسيبها 5 دقايق بس تغلي علشان كل الخضروات تكون سخنة معايا، وطبعا الفرن لازم اكون مسخناه من قبل كده. شايفين لونها طلع حلو ازاي؟ هحطها في الطاجن اللي انا هدخله الفرن، سواء طاجن بايركس او اي طاجن انت عندك الفخار بندخلها الفرن. لو احنا عندنا الطاجن الفخار لازم ادور الفرن قبليها بشوية، واحط الطاجن في الفرن لمدة ربع ساعة وهو فاضي علشان يسخن معايا بسرعة، وانزل فيه بقى البامية اللي انا عاملاها باللحمة المفرومة، واغطيها بالورق الفويل او ورق القصدير وادخلها الفرن، يعني تقريبا بتاخد نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير خالص. بستودعها الله في الفرن واشوفكم ان شاء الله بعد ما تطلع. وكده طاجن البامية طلع معايا من الفرن، ما خدش اكتر من نص ساعة، بجد يجنن الريحة لو انتوا معايا، فعلا فعلا فظيعة، ريحة حلوة جدا. بزينه بشوية من الكزبرة الطازجة اللي انا قلت لكم عليها، الكزبرة الخضراء، فظيعة بجد. طاجن البامية ده لذيذ.
بجد لازم تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم. يتقدم مع رز ابيض بيبقى فعلا تحفه، سواء عندك ضيوف سواء عملتيه لاولادك اللي ما بيحبوش اللحمه، بيشوفوا شكلها كده باللحمه المفرومه خطير. هغرف شويه مع الرز وهوريكم. شايفين شكله؟ ده شكله مع الرز مع اللحمة المفرومة، بجد طعمه خطير، وكفاية انه صحي ودايت، ما حطيناش زيت كتير، ما حطيناش سمنة كتير، بس يا دوبك معلقة زيت واحدة بس كبيرة او معلقتين، وهتلاقيه بجد تحفة، بجد طعمها خطير، لازم تجربوها. مع الرز بقى ما اقولكمش حكاية. لو عجبكم طاجن البامية باللحمة المفرومة ما تنسوش تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناة اللي مش مشتركين، تفعلوا كمان زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.